ما كانش في تنسيق مع اتحاد الكوره قوي في موضوع ميعاد وصول محمد صلاح. هو عارف في تفاصيل صغيره، او طبعا سياده الوزير بيتكلم على كان يبقى في تكريم اكتر واستقبال اكثر يليق بمحمد صلاح وانجازه العظيم السنه دي، هداف الدوري الانجليزي وافضل لاعب صنع اهداف يعني. بس تفاصيل صغيره يعني، بص التنسيق ما تنكشنيش. لا والله ما اقصد انا يعني، بص اقول لك حاجه عشان ابقى امين معاك والله، عشان نبقى اكثر امانه شديده كمان. الناس اللي موجودين حاليا في اتحاد الكوره حقيقي بيشتغلوا باجتهاد جدا، وانا عارف شويه تفاصيل كثيره، الوزاره بتشتغل بشكل كويس جدا، بس هو حتى الوزير اختار اللفظ المناسب انه ما كانش في تنسيق على ميعاد وصول محمد صلاح. عشان كده بقول لك تفاصيل صغيره ممكن تزعل محمد صلاح، ممكن تزعل الجماهير، وممكن يعني تخلي الدنيا كلها متلخبطه. القصه مش قصه تزعل محمد صلاح، بس ما ينفعش الراجل ده يبقى بيشوف كل التكريم ده في كل مكان بيروحه على مستوى العالم، ويجي في بلده اللي المفروض احنا اللي بنستقبله. حصل خلي بالك تكريم محمد صلاح، لا حصل لمحمد صلاح تكريم في بلده من اللجنه الخماسيه، عشان ابقى امين معاك، من اللجنه الخماسيه لاتحاد الكوره. احنا نحب ان احنا نكرم بس محمد صلاح كل شويه. هي اللجنه الخماسيه في تكريم محمد صلاح لما عملوا له جائزه الملهم، طبعا دي حاجه كويسه جدا. بس طبعًا خلي بالك محمد صلاح ده بالنسبه لنا ايقونه، بالنسبه لنا صح كلنا. صح، فده لو كل يوم موجود في مصر كل يوم نكرمه كل يوم. طبعا اولا انا عجبني جدا كلام سياده الوزير، كلام محترم جدا، وبيبين لك التخصصيه في دوره ودور الوزاره ودور الحكومه. هم في الاول وفي الاخر لهم دور، وفي الاول وفي الاخر بيجيبوا الناس المسؤوله وبيراقبوا كل ده من بعيد بشكل كويس جدا.